المرأة الجادية لاستقبال العيد بجمالها الطبيعي وضمن سلسلة تجهيزات العيد الفطر المبارك الذي في الأبواب. دفأ فريق التلفزيون بالتعرف على استعدادات النساء في صالونات المشاط والرسم والحناء الطبيعية وجمال الوجه، ومن خلال تسليط الضوء تحدثنا صاحبة الصالون عن كيفية استقبالها لزبائنها خاصة مع هذه الأيام. الشغل في الصالون طابع معروف في كل عام وفي كل أعياد الشاديات، بحبنا التزيين، بحبنا بجهز النفس، وده يعني بعض هنا تجهيزات عيد الفطر المبارك، زي ما بنجهز الكعك، زي ما بنشتري الملابس، بنسوي الحاجات التانية، بنجهز البيوت. التزيين جزء أساسي في عيد الفطر المبارك. كما أبرنا بعض النساء عن شعورهن بفرحة العيد واستعدادهن له. نحن حاليا جينا صالون ايفا قاعدين نجهز نفسنا للعيد. اليوم نحن 28 رمضان، وانا جيت حاليا هنا قاعد برجة توري، جيت برسم وجيت بدور بمشط. نحن اليوم جينا في صالون دو كوافير ايفا، انا سويت صوان دي فيزاج وسكنت سي بديكير. ما شاء الله اي شيء متوفر عندهم في الصالون، وبصراحه الحاجات يعني روعه. ولن نتوقف الامر عند النساء، فقد قام بعض الرجال والاطفال ايضا بالاستعداد لهذا اليوم السعيد. وهذا ما دعانا نتوقف عند أصحاب بعض الصالونات الهلاقة الذين أوضحوا عن الصعوبات التي يعانون منها في عملهم اليومي. problem أنا نار بس نار كم قايلة ما كليان إيش بقان دا منور ما نزيو نار ما في دا ما ألم دا بس كليان وادين ما يجو وادين يجو يقبل. وللتذكير أن للعيد فرحة وسرور في مختلف الحياة الاجتماعية داخل الأسرة وخارجها، وكل عام وأنتم بخير.